من عمان مع المحامية نور الإمام أمينة سر جمعية حقوقيين الأردنيين. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة نور. حاولنا بهذا التقرير باختصار هذه المشكلة في الأردن، هل من تفاصيل ممكن أن نعرفها من حضرتك عما ترصدونه أنتم بهذا الإطار؟ طبعا القانون الأردني، قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 10 منه يحدد سن الزواج بالنسبة للفتاة أو الشاب ب 18 سنة، ولا يجوز تزويج من هم أقل من عمر 18 سنة. ولكن صدر مؤخرا تعليمات عن دائرة قاضي القضاء تنص على الموافقة على أو الإذن بزواج من هم أقل من 18 سنة، من 15 إلى 18 سنة، ضمن شروط خاصة بهم. طبعا ما هي الشروط؟ هذه الشروط جاءت لكي لا تترك لقاضي الموضوع، وهو القاضي الذي يبرم عقد الزواج، الإمكانية المطلقة لزواج من هم أقل من 18 سنة، وإنما وضع هذه القيود وهي تتعلق بالآتي. أولا، لا يجوز أن يكون الزوج أكبر من الزوجة أو الخاطب أكبر من المخطوبة بأكثر من 15 سنة. يجوز للمخطوبة بأن تشترط في عقد الزواج أي أمر تجده مناسبا، ومن ذلك أن لا تترك تعليمها، إضافة لهذا الموضوع أن لا يكون مهرها أقل من مهر الأخريات. طيب سيدة نور، طبعا ثمت من سيقول هنا بأنه الموضوع هو أكبر من هذه النقاط حتى لو ما وفرت، يعني موضوع أنه أن يكون أكبر منها طبعا يعني هذا أخف من أن يكون أكبر بسنوات كثيرة، ولكن هي يعني الموضوع هي دائما يعني هي غير جاهزة جسديا نفسيا لهذا الموضوع. موضوع المهر أيضا ليس من الأولويات بهذا الإطار، ألا توافقين؟ 100% هذا أكيد بالطبع. أصلا الحركة الحقوقية والنسوية في الأردن هي ترفض تزويج من هم أقل من 18 سنة، لأنه التزامات الأردن حتى الدولية منها هي تقر بأن سن الطفولة هو كل من هو أقل من 18 سنة، وبالتالي لا يجوز تزويج. يعني إحنا منأكد على هذا الأمر، وطبعا ونؤكد على ذلك بشكل مستمر، لأنه هذا سن للتعليم، وهذا سن يجب أن تكون فيه الفتاة على بصفوف المدرسة ولا تكون زوجة وتتحمل، لأنه أصلا القوانين الأردنية الأخرى من هم أقل من 18 سنة هو غير مسموح لهم بإصدار رخصة السواقة على سبيل المثال أو الانتخاب، فكيف لهم أن يبنوا أسرة؟ صحيح. طب جذور هذه الأزمة إلى أو هذه الظاهرة لأي درجة أنتم تحاولون التعامل معها؟ يعني بالنهاية هذه الظاهرة طبعا هذه ليست من حلم الأم أو الأب أن يزوجوا ابنتهما بهكذا عمر، ولكن جذورها طبعا بشكل رئيسي الوضع الاقتصادي. طبعا احنا مش نحكي عنها ظاهره في المجتمع الاردني ككل، لانه سن الزواج اصلا في المجتمع الاردني هو ارتفع. نتحدث عن لاجئات يعني هنا بشكل رئيسي. لاجئات، انت ما تنسي انه في ظروف الحرب صحيح تقهر المراه بشكل عام والفتاه بشكل خاص، فهي ظروف الحرب اللي من الاصل مفترض على المجتمع المستضيف وهو المجتمع الاردني او الحكومه الاردنيه ان تضع قيودا لذلك. لهذا كان هناك في اجراء وجود مكاتب لتوثيق عقود الزواج، مما ادى الى ان يكون هناك توثيق لهذه العقود ابتداء كشكل من اشكال خلينا نقول الالتزامات الحكوميه، بحيث انه على القليله انه لا تجرى عقود زواج لمن هم اقل من 15 سنه، لانه رفض من خلال المؤسسات الحقوقيه بان هناك تزويج لمن هم اقل من 15 سنه، 11 سنه كانوا يزوجوهم، فعندما صار توثيق على القليله انخفضت هاي النسبه. وطبعا هذا مش هو المطلوب، ولكن للاسف بعض الاوقات هناك ظروف قاهره تؤدي بان تكون المراه هي الضحيه في العديد من الاوقات. شكرا جزيلا لك من عمان المحامية نور الإمام أمينة سر جمعية الحقوقيين الأردنيين.